دعونا نرحب بضيفنا وضيفكم عبر سكايب، الأستاذ بسام خلف، عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان. تحياتي لحضرتك يا أستاذ بسام، وتحياتي الدكتور عطوان معايا في الاستوديو. تحياتي لكم. أستاذ بسام، يمكن هبدأ مع حضرتك بآخر كلام كنت بقوله دلوقتي، وتصريح لكتائب القسام، وهي تعلن عن مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الخبر أكيد وصحيح. عندما تعلن عنه القسام فهو 100% صحيح. أعلنت القسام اليوم عن مقتل 2 من الأسرى الصهاينة لدينا وإصابة 8 بإصابات خطيرة جدا نتيجة القصف الصهيوني. طبعا هذه ليست المرة الأولى الذي يحدث هذا الأمر، فكل من قتل هو من الجنود الأسرى الإسرائيليين قتلهم نتنياهو بتعنته وبعدم قبوله بصفقة التبادل. فهذا يعني هذه العملية يمكن رقم 6 أو 7 يقتل فيها جنود إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي، ونتنياهو ما زال متعنتا ويرفض الإفراج المتبادل عن الأسرى. فبالتالي هذه العملية قد تستمر وقد يكون هناك مزيد من القتلى، خاصة مع وحشية القصف واستهداف الأماكن السكنية ومع ما يخطط له نتنياهو من اجتياح لرفح ومن تصعيد. فبالتالي هذا الأمر واقعا قد يحدث في أي لحظة نتيجة القصف. نعم. الصهيوني المستمر على الأحياء. طيب أستاذ بسام، على ذكر اجتياح رفح، ومنذ أول أمس منذ وجد تصريحات لنتنياهو باجتياح رفح ورئيس الأركان الإسرائيلي قال نعد الخطة، وقيل فترة زمنية خلال على مدار أسبوعين. الآن هناك حقيقة تضامن عربي كبير، واليوم أيضا بيان من الخارجية المصرية يحذر من هذه الخطوة. هي أنا عايز أستوقف حضرتك على عبارة قالها أحد النواب الأمريكيين، قال لو أن أمريكا ومصر رفضتا هذا الاجتياح لتوقفت إسرائيل. هل بالفعل القرار المصري والأمريكي قادر على كبح جماح نتنياهو في هذا الوقت؟ يجب أن نفصل بين الأمرين. يعني بايدن قبل قليل وفي اتصال مع نتنياهو أعطاه الضوء الأخضر لبدء الاجتياح لرفح حين قال أنه يريد خطة موثوقة، طبعا ويريد تخفيف عدد الإصابات في المدنيين. لكن هذا الكلام هو ضوء أخضر لنتنياهو لأن يبدأ بالعملية. والإعلام الصهيوني يقول صراحة أن نتنياهو أن عفوا بايدن لم يمانع باجتياح رفح، وكل ما في الأمر هو أنه يريد تخفيف العبء المدني والإنساني عن أهل رفح. أما بالنسبة للموقف المصري، فحقيقة مصر بإمكانها أن تأخذ موقفا حاسما في هذا الخصوص، وأعتقد أن وقف اجتياح رفح هو بيد مصر. مصر إن أرادت أن توقف هذا الاجتياح، نعم هي قادرة، لديها الكثير من الأوراق. أولا الالتزام بمعاهدة السلام، هذا يخرق معاهدة السلام اجتياح رفح، خاصة أنه في منطقة حدودية. باستطاعة مصر يعني إلغاء اتفاقية السلام والتهديد بإلغائها أقله إن أرادت. وطبعا مصر لها ثقلها في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي أعتقد إن أرادت تستطيع أن تضغط لوقف هذا العدوان. أما بايدن حقيقة لا يمكن المراهنة عليه، فهو حليف وهو حليف للصهيونية ولنتنياهو، هو شريك في هذه المعركة منذ البداية. لذلك نحن رهاننا حقيقة على الموقف المصري دون الموقف الأمريكي. إذا كان الرهان على الموقف المصري دون الموقف الأمريكي يعتبر ركن ركين وأساس مهم جدا بنعول عليه جميعا حكومات وشعوب، ولكن أيضا دعني أسأل حضرتك عن الموقف العربي كاملا، بداية من بيان وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، تبعه بيان للأردن ثم الإمارات ثم سلطنة عمان. وأتوقف عند نقطة مهمة جاءت في بيان المملكة العربية السعودية، وهي دعوة مجلس الأمن لانعقاد طارئ وعاجل. ألا يجعلنا هذا الأمر نستشعر خطورة الموقف أكثر بوصول استخبارات مثلا للمملكة العربية السعودية بنية نتنياهو الاجتياح البري في أي توقيت؟
هذه الخطوات مطلوبة، نعم مطلوبة عربيا وإسلاميا، ومطلوبة أكثر من ذلك. هناك قرارات للقمة الإسلامية عندما اجتمعت، قمة إسلامية عربية عندما اجتمعت 56 أو 57 دولة، وقررت إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وحتى الآن يعني حقيقة لم يدخل شيء من هذه الدول. هناك يعني بإمكان هذه الدول أن تفعل أكثر من ذلك. هناك كان دعوة لدخول مثلا من داود أوغلو أن يقدم بعض الرؤساء والسياسيين على دخول غزة ويكونوا هم دروع بشرية ودفاع عن أهل غزة. الموقف السعودي يعني موقف جيد أن يطرح الموضوع في مجلس الأمن، لكن حقيقة المواقف العربية والإسلامية لم ترقى إلى مستوى الحدث، لم ترقى إلى مستوى المجازر، لم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، لم ترقى إلى يعني حجم المأساة الإنسانية والمجاعة والعطش الذي يضرب غزة. فبالتالي نحن حقيقة بحاجة إلى أفعال أكثر من أقوال. نحن لم نرى أفعالا، ما نريده هو نريد أفعال، نريد يعني إدخال مساعدات، نريد وقف هذا الإجرام. بإمكان هذه الدول حقا إن استطاعت ولها رصيدها في العالم، رصيدها عند أمريكا، انهددت حقيقة بمواقف حقيقية يمكنها فعل شيء. لكن ما يقوم به هذا يعني المنظمة الدول العربية الإسلامية هو يأتي في إطار الإعلام ودون فعل حقيقي. طيب سبستام، يعني على ذكر بقى الآن يعني مواقف الدول العربية أو المصرية أو الأمريكية الآن، ماذا عن موقف حماس؟ يعني الآن يعني كانوا منذ قليل في تصريحات أن حماس سوف تتوقف فورا عن المضي في الهدنة أو وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى. ماذا عن موقف حماس ردا على هذه التهديدات الآن الجدية باجتياح رفح؟ نعم، الخطوة الأولى هي توقف المفاوضات. وحماس يعني كما قاومت في خان يونس وفي غزة وفي شمال غزة وفي وسط غزة، هي عدت العدة أيضا لتقاوم في رفح. لكن الهاجس لدينا حقيقة هو الهاجس السكاني، الكثافة السكانية، هناك 1.5 مليون تقريبا من النازحين موجودون في رفح، فبالتالي الخطر عليهم هو خطر شديد. أما بالنسبة لنا فكحركة حماس نحن مستعدون للمعركة ولدينا الجاهزية، وكما كبدنا العدو في الخسائر في كل مراحل المعركة وفي كل المواقع، حقيقة قادرون وربما أكثر من أي موقع آخر على تكبيد العدو خسائر فادحة. لكن حقيقة ما نخشاه هو الموضوع الإنساني وتفاقم الأزمة الإنسانية، وخاصة يعني هناك 1.5 مليون نازح، كل غزة نزحت إلى رفح. نعم. وهناك أمر آخر يعني حاول نتنياهو القيام به وهو تهجير أهل غزة إلى مصر. لكن الموقف المصري في هذا الإطار حقيقة كان موقف جيد، حيث رفضت مصر رفضا قاطعا نزوح أهالي غزة. أضف إلى أن أهل غزة يعني نفس أنفسهم لا يريدون الخروج خارج صحيح. غزة. فبالتالي هذا ما يقلقنا، نحن لسنا قلقين من المعركة، نحن قلقنا على الكثافة السكانية الموجودة في رفح. طيب يعني لو قرأنا جزء مهم جدا من بيان الخارجية المصرية، وهو شيء رائع جدا أن الخارجية المصرية تبدأ تتكلم بهذه اللغة مع العدو، تكلمت عن النقطة تحديدا اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي يا أستاذ بسام، وهي نقطة أن هناك تهجير شعب فلسطيني وتصفية قضيته، وهذا يعد انتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومعها أيضا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت مصر في الأخير على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنقاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وناشدت القوى الدولية أن تدعم هذا الموقف. هل بناء على هذا الكلام لابد أن يتحرك العالم دوليا من أجل إيقاف هذا الاجتياح المرتقب؟ بيان الخارجية المصرية حقيقة بيان مهم جدا، وكان هناك تسريب أيضا بتهديد يعني مصري بإلغاء أو يعني إيقاف تعليق اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني. نعم، هذه خطوات جيدة. نعم. والرأي العام يعني يستجيب أو الرأي الدولي يستجيب لمصر بثقلها،
خاصة إذا يعني كما تحدثت قبل قليل يعني هناك موقف سعودي مصري أردني إماراتي عربي إسلامي حقيقي. نعم يمكن عندها الاستجابة لهذا الطلب والذهاب نحو هناك. أيضا مشروع قرار رفع إطلاق نار تعد له الجزائر، وطلبت أو طلب بايدن أو لينكن عفوا من الجزائر تأجيل يعني رفع الأمر إلى مجلس الأمن طلب رفع إطلاق النار أو مشروع إطلاق النار على اعتبار أن هناك مسعى أمريكي ليكون هناك قبول أو تفاوض حقيقي وبالتالي قبول بصفقة تبادل تكون بدايتها الهدنة وتفضي في الأخير إلى وقف إطلاق النار. يعني هناك مواقف حقيقة يمكن البناء عليها كالموقف المصري والموقف السعودي، لكن هي بحاجة إلى ترجمة فعلية وإلى ضغط فعلي وإلى يعني مروحة اتصالات دولية يمكن أن تفضي إلى شيء من هذا القبيل، خاصة وقت المعركة التي يعد لها العدو الصهيوني في رفح. نعم أستاذ بسام، اليوم هي الأنباء تطايرت حول أن جيش الاحتلال قرر نقل الفرقة المدرعة 36 من غزة إلى حدود لبنان. هل برأيك بات الآن الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال يستشعر الخطر الأكبر والأوفر من جنوب لبنان حتى ينقل فرقة مدرعة إلى الجنوب؟ الموضوع هو في الكرة في ملعبه، يعني هو من يريد التصعيد في جبهة لبنان. حزب الله وحلفائه في لبنان أعلنوا أنهم ليسوا بصدد التصعيد، إنما موقفهم هو موقف إسناد لغزة ولا يريدون حرب مفتوحة كما في حرب 2006. فبالتالي الكرة في ملعب العدو الصهيوني، هو من يريد إبعاد حزب الله إلى جنوب الليطاني مسافة 20 كيلومتر بعيدا عن الحدود، وهو يضغط. وكان هناك يعني رسالة فرنسية اليوم إلى لبنان كانت بمثابة تقول أنها الرسالة الأخيرة إلى لبنان ليلتزم حزب الله بالابتعاد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة مسافة 20 كيلومتر، ولا سوف يكون هناك تصعيد إسرائيلي على جنوب لبنان. فبالتالي الكرة والتصعيد هو في ملعب العدو الصهيوني. طيب أخيرا أستاذ بسام، استعداد المقاومة لهذه العملية انتمت، وأنا أعلم أن فصائل المقاومة عندها الكثير من الاستعدادات والخطط والبدائل والتحركات. يمكن احنا النهاردة نقلنا عن مصدر موثوق داخل حركة المقاومة الإسلامية حماس قوله بأنه إذا تم أي تحرك في الاجتياح البري سوف ينسف عملية الهدنة ومبادلة الأسرى من أساسها. فهل فصائل المقاومة مستعدة لهذه العملية إن حدثت؟ نعم أخي الحبيب، أنا قلت لك قبل قليل نحن عسكريا لدينا الجهوزية التامة، نحن وفصائل المقاومة في غزة، وأعددنا العدة لهذا الأمر كما قاومنا في غزة وفي شمال غزة وفي وسطها وفي خان يونس. العدو الصهيوني اليوم يقول أن الانتهاء من خان يونس ما زال بعيدا، أو السيطرة أو لا أدري ما يسميه القضاء على حماس في خان يونس ما زال بعيد المنال. فهو يعني يقوم بتجارب، وهذا يعني هذه مشكلة نتنياهو الشخصية الذي يعني يريد أن تسجيل انتصارا حتى لو انتصار شكلي يحمي مستقبله السياسي، لكن هو انتهى سياسيا وهو يخاف من اليوم الأول الذي تقف فيه الحرب. لذلك هو يطيل أمد هذه الحرب وينتقل من منطقة إلى منطقة علّه يسجل انتصاراً ما يكون شفيعاً له. لكن أنا أقول لك يا أخي الحبيب أن المقاومة أعدت العدة وهي في جهودية تامة. وقال مصدر قيادي في حركة حماس أن يعني ما سيلقاه العدو الصهيوني هو أكثر مما لقيه في 7 أكتوبر في حال هذا الاجتياح البري إلى رفح تم. نعم، ربنا يحفظ رفح وغزة وكل أهل فلسطين. بنشكرك كل الشكر الأستاذ بسام خلف عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم.